مو انه مو خلصا على هلبلي لعب تشوبي او خلصا على الحبايب او خلصا على الليالي الحمراء. انا اخوي شلون الاخبار؟ الله يحفظك. شلونك انت؟ مقدم على رعايه وطالع اسمك بالحاسبه صار 4 سنين وما اعطوك اياه. اي والله. انت مقدم على رعايه لو على موقع رئاسي؟ لا لا على الرعايه. الرعايه بالرعايه وباقوك على 50,000. اي والله والله استاذ صار 4 سنين تقريبا يعني من 2019. زين انت شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ انا روكان عامر عيسى. يابا يا صلاح الدين يا معودين، الاسعافات انباقت، قطع الغيار انباقت، الصحة انباقت، اللي بالسماء انباق، اللي بالارض انباق. يا معودين اتقوا الله، هسا هذا مقرود رعاية اجتماعية يطلع اسمه تبوقونه من الله لا يوفقكم، لا كبيركم ولا صغيركم، ولكم مش وقت تستحون من الله. ها روكان. أين ناس استاذ نجم؟ إيه رحت لهم. أنا راجعت أكثر من مرة، قالوا اسمك بالحاسبة ببغداد. إيه. قالوا بس يصير صرف مالي بالوجبة الثامنة يطلع اسمك وإن شاء الله كل شيء ماكو تروح تقدم تستلم الكيكر. أنت اسمك غيروه لو ظل بعده. هسه مخليني شنو مستبعدين اسمي يعني مخليني فوق خط الفقر، مع ذلك إنه أنا قاعد يعني بيت إيجار وكل شيء ماكو. ليش مستبعدين؟ يعني حتى ليش مستبعدين اسمك؟ مخليني فوق خط الفقر يعني. هاي انت شنت تحت خط الفقر، اجتك مكرمه صرت فوق خط الفقر. والله استاذ بعد ما ادري يعني هم على شنو استندوا، يعني لجنه التخطيط على شنو مستندين، او يعني حتى سياره ما عندي باسمي، ماطور ما عندي باسمي، قاعد ايجار. ما اعرف يعني شنو موضوعهم مال. والله انا هاي الفوق والجوا ما افتهم بيها والله يا روكان. انا اقول لك والان على الهواء يعني هاي هي بالرعايه الاجتماعيه لو بالتقاعد. والله استاذ هي بقى يعني ام الباحث يعني هو ضميره بعد ما اعرف. يا دائره شو يسمون الرعايه الاجتماعيه؟ دائره هي الرعايه الاجتماعيه دائره العلم. خويا ابو دائره العلم اخذي لك فدوه. ابو دائره العلم هسه النوب المدير الجديد من تقول له يقول لك والله مو من يمنه من بغداد. التقي بهذا الرجل وحلوا له مظلوميته. هسه هو ايش رايد؟ هسه هو ماكل بقد الزعيم، ماكل بقد الزعيم، مو انه مو خلصا على هلبلي لعب تشوبي او خلصا على الحبايب او خلصا على الليالي الحمراء. بعد احكي اكثر لو تستحون منهن؟ لا والله ما تستحون منهن. مو خلصا طبل وتشوبي او ليالي حمراء وهاشميات او رقص، او من تجي على المواطن الفقير تنخلونه بالمنخل تحطونه تحت المجهر ويقول له مو تحت خط الفقر انت فوق خط الفقر. زين البارحه كان راكب للوري ويسلب بالصحراء تصنفونه على يا خط من خطوطكم ذني. عمار روكان روح على الاستاذ ابو دائره العلم وقل له يسلم عليك نجم الرباعي ويبوسك بالراسك. الي حق لو ما لي حق ودز لي رساله خلي اشوف. والله استاذ انا اريد بس احد يوديني يعني شو اسوي، يعني اريد بس احد يخابرني منهم يعطيني يعني شيء اروح عليه. ماشي عمار. هاي على الهوى لانه هذا التصرف اللي تصرفونه مع الناس الفقراء بهاي الطريقه وبالذات صلاح الدين، المفاسد اللي موجوده في هذه المنطقه واللي بهاي المحافظه والله يندى لها جبين الانسانيه من خجل. مئات الدعاوي على المسؤولين والبوق وتجي على هذا الفقير. لا انت اصبحت فوق خط الفقر، سجدت مكرمه من الساده الزعماء الذين يحكمون هناك. ولكم استحوا من نفسكم، استحوا من هذا الشعب الفقير، ولكم باكر عندنا وقفه قدام رب العالمين. يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، بس انتوا يا قلبيكم يفتهم.